2800 هذا 5000 لا خبرته؟ مساكم الله بالخير يا اخوان، كيف الحال؟ ان شاء الله تكونوا طيبين. الحين نزلنا في باركنات سوق نايف، بنروح للسوق بنراويكم المحلات اللي فيه بشكل عام، ان شاء الله تستمتعوا معنا. فيلا نبدا. قبل لا نبدا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناه، واذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعطونا لايك وتدعمونا في القناه وتكتبوا في الكومنت ايش رايكم في هذا السوق. السوق كبير، فيه اشياء كثير، في محلات مختلفه، ومعروف السوق بالاسعار رخيصه منافسه للاسواق الثانيه. في محلات ملابس، في محلات الكترونيات، في ديكورات منزليه، في اشياء كثير. الحلو فيه انك تقدر تشتري بسعر الجمله وتقدر تضارب في الاسعار وتنزل الاسعار لاسعار جدا رخيصه. مثل ما تشوفوا هذا محل يبيع بطانيات وفرش أسرة. خلينا ندخل على السريع. تشوفوا هذه أسعار جملة، صاحب محل ما موجود، بنشوف محل ثاني. في محلات أقمشة، هذه خامات نسائية، البيع طبعا يكون بالجملة. السلام عليكم. زين، هذه أسعار جملة مني موجود. في بدلة كامل مشان سرير، لباس كامل مشان سرير. فيه هذه كم تقريبا؟ هذه حساب الكرتون، واحد كرتون كم؟ 40 حبة. كم واحد كرتون؟ 40 درهم للحبة. شكرا. الاسعار طبعا مثل ما قلت لكم تقدر تضاربوا فيهن، هذه اسعار بس اول بداية، اول سعر تقدر تضارب الاسعار، توصل اسعار بالسعر اللي يناسبك. وكل شارع من شوارع سوق نايف متميز بنوع من البضائع، فهذا سوق نايف يعتبر سوق تجارة الجملة. هذا محلات الكترونيات، خلينا نشوف كيف حالك صديق. زين برابر. اقول لك كم بلاي ستيشن 5؟ هذا 2500. هذا يجي سمسم شريط. وين هذا اللي يجي سمسم شريط؟ ها 2800. ما شاء الله ما تشوفوا كل الادوات. زين اذا اريد اشتري جمله يجي ارخص؟ 10 حبه كم يجي؟ اوكي شكرا. ها يلا مع السلامه. ضاربوا في الاسعار وشوفوا محل محلين ثلاث تحصلوا اسعار مختلفه. دور ماجد صاحب من هذا. ماجد، ها ماجد ايش حصلت؟ كم هذي؟ ها 30 درهم. 30 درهم شنطة ظهر 30 درهم. خلينا نشوف سعر الايفون كم موجود. السلام عليكم، كم اس 21؟ 3400. يريد جملة كم جملة؟ يريد 10 حبة. 3350 فولدر. وكم الفولدر؟ 5000. هذا 5000 لا خبرته؟ جالكسي زد. في مستعمل؟ هذا بس مستعمل؟ اوبو موجود 3 هنا. اوبو خلينا نشوف. هذا كم هذا ايفون؟ 1100 درهم. كبير كاميرا لا؟ كم هذا؟ 600 درهم. 600 وايد. 600 كم لازم؟ 600 درهم رخيص. لا السلام عليكم، كيف حالك صديق؟ زين برابر.
يريد نعال. خلي يشوف ستايل. هذا اسود كم؟ هذا سعره يا 180 طبي هذا؟ ما طبي. كم لاست؟ خاتس. كم لاست؟ 50. لاست. في سمسم هذا ستايل صبع بس ستايل زي اللي الاسعار مية اسعار جملة حتى يقدر يعطيك الحبة بسعر الجملة فالواحد ياخذ وقته في المحلات السوق ما شاء الله كبير راح احاول اغطي اكثر كمية ممكن خلينا نكمل سجادات صلاح ملابس اشياء كثيره موجوده في السوق حتى ملابس افريقيه منتشره بكثره ابواب ونوافذ موجوده ما شاء الله السوق متنوع فيه اشياء كثير حبيت اعطيكم بس صوره عامه ونبذه سريعه عن سوق نايف فاللي جاي سوق نايف خذ وقتك في السوق اي شيء تريده راح تحصل ان شاء الله في السوق والاسعار اسعار جمله فاللي يحب يبدا مشروع تجاري او يبحث عن شيء رخيص وبسعر مناسب راح يحصله في هذا السوق حتى ماركات سكتشرز موجوده السلام عليكم كيف حالك زين في هايكنج شوز هايكنج في هذا ماركات سكتشر اوكي كم هذا؟ 280 اسعار جملة هذا ولا اسعار بيس وان بيس؟ جملة في رخيصة ما شاء الله اوكي شكرا صديقي يلا سلام المحلات اللي بتنتشر هني اغلبها محلات جمله فحتى ممكن تحصل اسعار القطعه الوحده بسعر الجمله خلونا نكمل محلات الالكترونيات منتشره كثر خلينا نشوف السلام عليكم كيف حالك صديق زين اي او اكس كونكشن تايب سي لا هو يجي بس سنجل مشان ايوه هذا اي او اكس على طول يجي هنا فيه تايب سي اي او اكس دايركت بس هذا موجود كم هذا هذاك هارد ديسك 2 تيرا بايت هاو ماتش هارد ديسك 2 تي بي 250 اس اس دي اور نورمال هارد ديسك 30 درهم لاست اوكي جيف مي ذس ثانك يو فيري ماتش اشتريت هذه القطعه للمايكروفون اسعار جدا حلوه مناسبه ارخص عن محلات واسواق ثانيه عندهم معدات تصوير متوفرة السلام عليكم في مايكروفون؟ لا 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 ما في هذه الشمس رود مايكروفون في رود مايكروفون؟ لا نوع ثاني سمسم بس هذا موجود واحد اوكي شكرا طبعا محلات السكوترات اكيد متوفره تصليح محل بيع قطع غيار
وبيع سكوترات وتصليح. How much this scooter? This one? Yeah. 1,900. What stop speed? That bike how much? That bicycle. That's a charge bicycle. Charge bike how much? 1,600. 1,600. Good. خياطة. كل الأشياء معظم الأشياء موجودة في هذا السوق. خلصت. انتظرت أخوك. غلط عادي. وصل يدك. بالعافية بالعافية ماجد بالعافية. كيف حالك؟ كم حساب؟ أبيت؟ والحين طالعين من السوق رايحين إلى السوق القديم. في مبنى في سوق نايف مكيف، في اشياء كثير، محلات ملابس عطور. فوقت الصيف حلو الواحد انه يتشرح داخل هذا السوق. وهنا وصلنا الى نهاية تغطيتنا لسوق نايف، وان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفيديو. واذا عجبكم الفيديو لا تنسونا باللايك والاشتراك في القناة، وتنشروا الفيديو هذا لاصحابكم ولاهلكم واللي يحبوا المكانات والاسواق القديمة. ونشوفكم إن شاء الله في الجزء الثاني بتغطيتنا لسوق كبير.